أهلا بكم مشاهدينا في أهم أخبار الاقتصاد. في ظل التخبط الذي تشهده المنافذ الحدودية بعد قرار الحكومة في العراق فتح المعابر أمام استيراد المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية، قالت هيئة المنافذ الحدودية أن المعابر مفتوحة على مدار الساعة. وفيما يتعلق بتأخير دخول البضائع المستوردة، ذكرت الهيئة أن الأمر يرجع إلى تعذر حصول المستوردين على موافقات الوزارات القطاعية حسب الاختصاص، وبعد التواصل مع وزارة الزراعة وهو ما نفاه التجار وبعض النواب. من جهتها قالت وزارة الزراعة الحالية إنها تدعو التجار وخاصة المحافظات الحدودية كالبصرة وميسان وواسط إلى مراجعة الوزارة للحصول على موافقات استيراد محاصيل الطماطم والبطاطا والباذنجان والخيار. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض الصادرات العراقية النفطية لأمريكا للأسبوع الثاني. وذكرت الإدارة في تقريرها أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام في الأسبوع الماضي من 7 دول بلغت 5,549 ملايين برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 16,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5,533 مليون برميل يوميا. وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 71,000 برميل يوميا في الأسبوع الماضي، منخفضا على الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ متوسط الصادرات فيه 82,000 برميل يوميا. قالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أدرجت شركتين روسيتين مملوكتين للدولة على لائحة العقوبات. وأفادت الوزارة بأن العقوبات شملت شركة يونايتد شيب بلندج إحدى كبرى شركات بناء السفن الروسية، وشركة آل روسيا لتعدين الألماس وهي إحدى كبرى الشركات العالمية في تنقيب الألماس وتعدينه. أضافت الوزارة أنه قد منعت الشركتين من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. ومن قبل قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن واشنطن تفرض عقوبات على روسيا ثمنا للحرب على أوكرانيا، مؤكدة أن موسكو تعود الآن إلى العصر الاقتصادي في ظل الشيوعية والمحال ستصبح فارغة. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة فاو التابعة للأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية سجلت مؤشرا قياسيا منذ شهر شباط، وأضافت المنظمة أن المؤشر قفز إلى نسب غير مسبوقة ليصل إلى أكثر من 140 وليعود ليزداد مرة أخرى إلى مستوى قياسي في شهر آذار الماضي بعد أن أربكت الحرب في أوكرانيا أسواق الحبوب والزيوت النباتية. وقد سجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً سجل نسبة 195 تقريباً من النقاط في المتوسط الشهر الماضي، أي بازدياد 12% في غضون الشهر. وإليكم الآن مشاهدينا الكرام أسعار العملات. كانت هذه أهم أخبار الاقتصاد. إلى اللقاء.